استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على فضائية نورسات الأب الدكتور بشير بدر مدير مكتب رعويات العائلة والزواج في مطرانية اللاتين للحديث عن العائلة والصيام في ظل هذا الزمن المقدس، حيث أشار الأب بدر إلى أن الصيام عند المسيحية هو وصية إلهية لكن الكيفية هي كنسية بشرية، كما تطرق قدسه إلى الفائدة من الصيام الذي يريده الله خيرا إلى الإنسان للعودة إليه طاهرا من الذنوب والخطايا. كونوا معنا في هذا المساء الطيب، وفيما نتجاوز ونجتاز أسبوعين من موسم الصوم الأربعيني، الصوم الكبير المبارك، نتوقف عند هذا الصوم لنقرأ فيه تلك الميزة التي تلتقي فيها الأسرة العائلة عند الصوم مع الصوم ومع سلوك الصوم بناء على روحانية الصوم. العائلة تلتقي على المائدة، يتقاسمون الخبز الطعام، ويتقاسمون المحبة، ويتقاسمون مسؤولية اهتمام بالنشء بالأجيال. ولكن سنتحدث في هذا المساء عن دور العائلة في الصوم، وعن دور الصوم في زيادة تماسك العائلة. إذن العائلة والصوم، والصوم في العائلة ومع العائلة ومن أجل العائلة. قال الكتاب: قدسوا الصوم. والتقديس هنا بمعنى التخصيص، كما قال الكتاب: قدسوا لي كل بكر، أي خصصوه لي. إذن في تخصيص لزمن معين على مدار الشهور أو الأيام للصوم. وهذا الصوم قد يكون فردي، ولكن بالزمن الكبير يقول يوئيل النبي: اجمعوا الجماعة، الكبار والصغار حتى راضعي الأهداء، يقول. وهنا نرى العائلة، الرب يدعو أن يكون الصيام جماعيا لما له من انعكاس على الفرد وعلى الجماعة. قدسوا الصوم، أي فيه روح، فيه فائدة، خصصوا لي هذا الأمر. الفائدة من الصيام، أو لماذا نصوم، وهو السؤال الأهم. نعم. لماذا قبل الكيف، لماذا نصوم؟ لأن الله يريد من ذلك خيرا للإنسان، خيرا لنا. نعم. أولا أن نعود إليه، عودوا إلي يقول الرب. والصيام هو نوع من الحرمان والتجرد من كل ما يربطنا ويعيقنا لكي نخصص الاهتمام أو التذكر والتفكر بحضور الله وبسيادته علينا، تخفيف كل الأثقال مشان نتفرغ إليه. لأن الإنسان قد يصبح عبدا لمتطلبات الحياة اليومية المادية والعائلية، وكم نشعر اليوم بثقل هذه المتطلبات وإيقاع الحياة الثقيل على الوالدين تحديدا ومسؤولياتهم نحو أسرهم. إذن هالت، قلت الألمان، توقف، لا تكن عبدا ولا مستعبدا، أنا هو الرب إلهك، لا يكن لك إله غير، عد إلي، وبالعودة إلي أنت تعود إلى ذاتك.